بابا ما رح تحكي معي برواء، انا ماني جاي اتخانق معك. خلاص الله هداك وبطلت عن بنت حاتم. اسمها نادية بابا، وانا اليوم رايح لحتى اطلب ايدها، وجاي لعندك حتى تروح معي وتوقف جنبي بهاليوم المهم بحياتي. ولك انت ما بتخجل على حالك؟ كيف قدرنا تحط عينك بعيني ورايح لعند هذا الرجال اللي سرقني؟ يمكن يكون خالي سرقك، بس طلع ما له علاقة بقصة اختي سهام. لأن التقت اجت لعندي وحكينا سوا، واليوم هي رايحة معي لنطلب ايد نادية. اختك سهام التقت؟ هي اللي لقتني واجت لعندي. اطمن هي منيحة. وينها هلا؟ ليش ما اجت معك لهون؟ يعني هلا هي بتكون ملبكة بعد كل هالسنين وخايفة، مشان هيك أنا اجيت لعندك لحتى أخذك ونروح لعندها ونصفي النفوس بيناتنا، وبعدين كلياتنا بنروح وبنطلب ايد نادية. يعني أنت قصداً ما جبتها معك لهون لحتى تجبرني روح معك على الطلبة؟ أختك سهام قبلت تروح معها؟ إيه، وليش لحتى ما ترضى؟ ما أنا أخوها واليوم يوم فرحتي. هلا بنتي ما قبلت تشوفني وراح تروح لعندها الحقير حاتم؟ بابا مشان الله فهم علي، مو هيك القصة. أختي سهام في عندها عنك ذكريات مو منيحة، وهذا حقها. بعدين نحن ما بنعرف شو صار معها بحياتها، ولو خليك أنت المبادر. لا ما لا ما لا ما. أنا ما بقدر صدق. ولك بنتي خايفة مني؟ ولك هذا خالكم شو معبي براسكم بهالكم يوم اللي قعدتوا عنده؟ هلا أنا بقول لك إنه أختي سهام اللي عم تدور عليها التقت، وأنت بتقلي خالك. ولك إذا بنتي بدها تروح لبيت خالها قبل ما تجي لبيت أبوها، شو بتسمي هالحكي؟ يا بابا مشان الله روي، مو هيك القصة. أساسا أنا اللي اقترحت عليها إنه أجي أخذك ونروح لعندها حتى نفتح صفحة جديدة. لك ما بتفهم علي؟ أنا ما رح أروح معك أطلبها لو بتتركني 100 سنة. لك هلا بعد وحدة تقتلني. هلا هو بده يقتلك؟ مشان شو؟ انت شو بتأثر عليه؟ شو في معك اثباتات ضده؟ بعدين بابا اطمن، هو ما بيعرف انه انا ابنك. انا قلت له كنية الناس اللي ربوني. يا بشو مالي؟ يا بشو؟ لك عم تنكرني كرمال خالك وبنت خالك. ومن هلا من هون. ومن هلا من هون. ما رح تتغير، رح تضل كل عمرك هيك أناني وبتحب المصاري مثل ما بدك. ياسمين انتي عن جد حابة تبلشي بداية جديدة مع رجال مثلي. كنتي ما بتعرفيني، ما بتعرفي ماضيي. في شغلات إذا بتعرفيها رح تنصدمي. أنا ما بيهمني الماضي، والواحد صحيح ما فيه يغير ماضي، بس فينا نغير حاضرنا ومستقبلنا ونعوض كل شي فاتنا. صح لك ياسمين، أنا ما عاد أقدر ضل هون بالبلد، مشاكلي كترت. أنا كنت ناوي أطلع على تركيا أنا وهي اللي ما بتتسمى، ومن هونيك بدي أطلع على قبرص. أنا مزبط حالي بقبرص، عندي مصاري بتعيشني ملك. ياسمين شوفي، أنا رح أقلك شغلة بس ما بعرف إذا بتزبط. إذا أنت بتقبلي تطلعي معي على تركيا وبعدين على قبرص نتزوج هنيك، أنت بتخلصيني من ورطة، ورطة كتير كبيرة. سافر معك ونتجوز؟ إيه بنسافر ونتزوج، وين المشكلة؟ وهديك يعني بجوز تكون القصة ردة فعل، مو بتحبها؟ كنت حبها. لك أنا ودلال بحياتنا ما كنا لبعض، أنا كنت عايش بكذبة وبوهم. بعد الشيء اللي صار معي فقت على حالي. حتى لو قلت ايه، يعني معقول نسافر دغري؟ لك ليش انت شو لك هون؟ ليكك عايشة لحالك تتركي كل شيء وتمشي؟ بس لازم تثقي فيي، انا بتصرف. وانت على شو ناوي؟ انا خلص اقتنعت اني ما رح وريت ايدي بدلال تصطفل. رح سلم على الشرطة، بس بشرط انك توافقي تطلعي معي. شو قلتي؟ هيك بهي السرعة؟